محمد الداري وكيل الطرف المحوري. نجلس للتنظيم الافتراضي للطرف المحوري يعني مثل العرب بلاي ستيشن الماب سلايز كان عم ناظر بشكل افتراضي للكورة في المحاضرة انها اعادة تشكيل الطبقة ننزع صورة بلاي صورة ابدا كان عم ناظر كورة في التنظيم الافتراضي ممكن بالنسبة للطرف المحوري ماب سلايز شايفين هاي الصورة ظليلة الكورونات طريقة ما حدا لازم شوية السهمة الزايدة الأعراض سينو المعترض والسيني والنازل تطلع شوية بعد شوية نفس الشيء تصوير بالغير المناقص التقليدي وفي التباين الثلاثي هو كولونوغرافي ام ار اي او سي تي كولونوغرافي من تباين ثلاثي يعني تباين كان كتابات ثلاثة ماء السائل مليان بالدمعة يشعر بالمريض كميات كبيرة من السائل ونعطي مادة ضليلة تمام في شرب ماء وفي حمل مادة ضليلة تكون الأورام عوين مليئة للسائل ونعمل سي تي مع الحقن ولكن لا يمكن يشرب مادة ضليلة اللي بعد من اليوم من وضعية تباين المضاعف نسميها صورة ضليلة تباين مضاعف نقل غاز المادة الضليلة المادة المسخنة بكرة إن شاء الله السنة الخامسة نعطيكم التصوير الضليل ندرس الصورة الضليل جهاز الكوبي ندرس الرقم ندرس مثلا الطريقة الراجع ندرس الجهاز الهضمي العلوي في محاضرة خاصة عن المواد الضليلة طبعا المادة الضليلة المستخدمة في جو الكورونافية استفادة الفاليوم مادة غير ممتصة لا تنحل بالماء تنحلها بشكل معلق يعني عبارة عن بودرة يشتريها من العيادات عبارة عن كيس يكون في حوالي 25 كيلو هي مادة مثل البودرة من الطحين نحلها ونحطها عند الكبار من العمر وعند الأطفال نستخدمها خاصة عند الدرس المريض ايش ممكن يصير استنشاق رغم انها ما بتصل ولكن ممكن تعمل التهاب كيميائي لارج باول اوبستراكشن او انسداد الكورونات كثير تشوفون هذه الاسئله خاصة عند كبار العمر معهم انسداد الامعاء يمثل 20% من انسدادات الامعاء انسدادنا مع الدقيقة هي الأكثر شيوعاً 80% يتوسع الأعور لأكبر مدى بغض النظر عن موقع الانسداد المهم في أن يتوسع الدمعة وممكن نشوف سريات السائل الغازية من الدرس اللي تذكرون المحاضرة الماضية اللي أخذنا سريات السائل الغازية يعني هي مشخصة إذا كانت أكثر من ثلاثة بالعادة كمان لا نشاهد سريات في الكورونا لا نشاهد سريات إلا إذا كان فيه انسداد. في الأمعاء الدقيقة ما نبغي حتى ثلاث سويات سائل غازية، أكثر من ثلاث سويات سائل غازية نعرف فيها أنها مشكلة. ليش ما ست سويات الكورونات؟ لأن هي مسؤولة عن امتصاص الماء. الأسباب الشائعة أهم سبب هو كارسينوما الكورونا. النقاء الغرامية خاصة الأغرام الحوضية الخبيثة. في هذا الرجوج في القتالات نشاء من الأسير ممكن شنو الكتلة البرازية وداء الأميبات الأقوار الكورونية لما ندرس داء الكورون الأفطاري والالتصاقات فوليفي سندروم الاسباب الشائعه انسداد كورونا كذا، هناك من عرف بان الانسداد الحقيقي اهم سبب هو كذلك اي مريض كبير في السن يجينا بقصه تغير عاداته او بقصه امساك او قصه انسداد اول سبب يفكر به الاورام والمريض ما بيطلع بالبيت
أو اللي بعثنا عليه بدنا نعطيه نحط له خطة للدراسة. الاستطلاعات الشعبية في المفهومة أول شيء شو هي؟ شفت البطن ما كان في صح؟ أنا صورها بطن غلط ما في شوف إذا في سويات ولا لا. إذا كان السداد يجري ممكن ما نشوف سويات. إذا كان في نقص في وزن المريض تغيب عادة أو خروج دم أو كل دم خفي من الراس أو ارتفاع سرعة التدفق سيكون خش على المحور للكورونا. الصورة الثانية من ضمن الليكوغرافي. الليكوغرافي احنا حكينا عن موضوع النقائب. متى ما شفنا نقائب الكبد أول شغلة بفكر فيها شوية الأنيمة بتاعت شنو هو الكورونا هي أول نقطة نقائب صار على الكبد. وذلك مجرد ما شفنا نقائب على الكبد أول شغلة نروحها شو هي؟ تنظيف. نقول تنظيف كورونا بيرجع للتنظيف اللي فيه بأوراق كورونا. السداد الكاذب كان واضح نسميه أو غير غير الميكانيكي أو نيكس سيندروم أو العروس الشرعي أو كورونا العضلة السوري انزل يوم التأسين توضع كورونا تشريح المرتب والسين من جزء من المستقيم ضمن الميكرون. إذا الكورونا معترض والسيني وجزء من المستقيم من بقية الأقسام موجودة خلف الإبرام. وذلك لسبب انفتاحية الأجزاء اللي موجودة ضمن الإبرام. الأجزاء خلف الإبرام لسبب انفتاحية. إذا في حالات معينة السيني يكون في طية للإبرام فشل التسجيل بسبب انفتاح السيكم أو النعوة. أما الأشعة موجودة للسين ممكن تشوف الانفتال المعترض. تطالب كورونات وإخاء مسارقها مع أولا كين انفتالها أشعة عند المسلمين. السين هو الأكثر بسبب شحنه بشكل حرف إس وحرف السين. فذلك إنه معرض للانفتال 3-8% من شدة كورونات عند البالغين يسببوه انفتال السين. معدل الوفيات 20-25% يلتف الكورون يصير دوران الكورون. مثل ما حكينا هو نمط الانسداد انفتال السين هو انسداد الأروع المغلقة كلوست ماول اوبستراكشن من انسداد موقعي أجزاء الكورون قبل الانسداد تتوسع بينما ينخفض المستقيم. مثل ما حكينا المرحلة الأولى الانسداد يصير فيها الإسهال لأنه يصير في حركات تمرجية هوية للأمعاء تحاول تتغلب على مستوى الانسداد فيصير اطراف للمستقيم. وكلما كان مستوى الانسداد أعلى يطول الإسهال أكثر حتى أطراف. ولكن المرحلة الأولى ممكن يجي المريض مثل ما حكينا في قصة إسهال فدائما ما يمكن ضيعنا. السلام عليكم ها؟ أنت أي في أنت؟ يا الله. الصلاة تموت غالبا ممكن من استئصال الفص بينما إذا كان الطريقة موجودة يكتب الجراح في إذا أنت موجود تنخر فتحلو بالسلسل الانتجمو السؤال الشجاعة على سبيل من منظر حبة البن ومنظر حاليو مطلوبة شايفين؟ منظر أطفال جسم وضع عربي انفتال سيني من قبل Thank you.
انتقال روتيشن يعطينا المنظر الطبقي على الدوامه وعلى المروحه الروضه لا تحول ذات المكان اما المقاطع السباير الطبقي يعطيك انتقال دوامه سبب اتفاق المسارحة وكمان الصوره الضريبه تقول ماذا الى ثمن الكورونا من المستقبل نشوف وين القطاع مدبب للكورونا تنظيم هضمي كمان يكون شخصه كمان تعتبر علاج اللي يحضر من نار الاحقاد الهضميه فممكن يرجع الامتداد السيني للتنظيم الهضمي الحقاد الهضميه ولا لسه؟ لسه حط الامتداد السين حطيتكم اشياء لازم يكون الحقاد الهضميه ممكن في التنظيم لشخص ويرجع مثل ما سألنا الأول ثلاثة أربعة هنا في الأخرى للشخص وبرضه تتوقع عليه السلام عليكم الوجه سلام لازم أن تقوم لكي سنو تعرف انسداد الكولون الكاذب هو توسع حاد الكولون دون انسداد الكليكي إذن إذا ما عدت يسمونها العروس العروس الشرقي المنطقة الكباس هنا هو بعضهم الانسداد كذا المنطقة بنقص فعالية نظرية توجيهية عوامل الخطر المربوط الفروق جراحة حديثة أدوية قصور تنفسي اضطرابات شرائية أداء سكري وارتفاع ضغط الدم يشخص من أدوية الأسباب الأخرى ولا سيما الكريمة إذا لما يكون عندنا انسداد كورون توسع الكورون وننفي الأسباب الانسدادية الموجودات يمكن ان تكون مطابقه لانسداد الكليكي للكورونا. هلا نحكي قبل شوي بعد شوي عن توسع الكورونا السمي يكون دائما على ارضيه اداء تعاون جهادي لانه هون شفنا ولا مذكور تضييق سندروم ما في عندنا دائما تعاون جهادي. يشمل العلاج تصحيح الاضطراب الاساسي، تصحيح الاشتراك في مياه حيويه، اختيار العلاج الدوائي تشمل المضادات كوليسترول مثل النيوستيمين، تعرفون النيوستيمين احيانا بدنا نسرع مرور الماده الضليله او مرور الطعام في المبنى نعمل النيوستيمين انه يحرض الحركات الهويه. ممكن مضادات حيويه مثل نوازيمين نعطيه احنا الاشعه الان قبل ندخل بالعلاج في اجراءات اساسيه اجراءات مثل ازاله الضغط المنبوب عبر المستقيم ازاله الضغط المنبار تنظيف الكورونا والحضر مثل ما يكون في عندنا سداد علوي شو بنحط؟ نقوم في معي صح؟ السداد السفلي ممكن نفكر الضغط نحط انبوب ضمن المستقيم الضغط داخل الكورونا نسجمه ممكن الجراحه تكون اطلع شوي الجراحه تكون لحل الكورونا عفوا السمي توكسيك من الكورونا مثل ما حكينا نشاهد دائما على الارضيه دائما من الاتجاه ولا سيما تيار الكورونا الخفي بشكل اقل شيوعا من تيار الكورونا الثاني وما بقى من تيارات الكورونا الاليه مسؤوله عن غير واضحه صراحه يعني تجربات ايش مجهول ليش عم تشكل العلامات المميزة كمان نشوف توسع في الكولون ولا سيما المعتقد أكبر من 6 ملم ذكرنا المرة الماضية حكم من العظمي 6 صح المعترف وللأعوار 9 فيكون فقط هون السمية
كم ستة سنتين. نشوف وذنا وتسمم في جدار القولون. وذنا تكون معممة وتسمم في جدار القولون. ممكن نشوف تهوي من الميتوسيس تهوي جدار القولون. أنا مسيح الله وفي الهواء دائما يشري إلى وجود تنفر صح؟ تهوي الكورونا ممكن يشتغل معانا بداء الخروج لما يكون في الخروج خارجة من كتاب الكورونا ومليئة بالغاز ممكن شخص غلط أن هذه التنفر هي عبارة عن الخروج هي أعطاها محور كثير من صراحة بهيك حالات الصورة البسيطة صعب من المحور لأنه ميل بين تنفر تهوي الكورونا أو داء الرجوج يكون جزء من منها مليء بالغاز فلازم نميز بين الحالتين من هناك عندنا تنفر أو من أطباء الجراحة حتى يقدروا فيه يكون استقبال استصحاب كورونا بعد ذلك. جراحة ما عندهم وجع كله استصحاب. جبنا دراسة طويلة ونرى التنظير في حالة كورونا عبر السمي ليش لأنه ممكن يصير كورونا متكسر في الكويت ينفشى ممكن عملنا بريبريشن التهاقم. صراحة الشعاعية اللي نعرف التمييز صعب بين كورونا سيندروم وتوسيك ميجا كورونا. أما نشوف من حطة الأسئلة الفريقية ونشوف العظيمة العادي يكون في عظيمة فيها كورونا تقرحي تطور احتلال كورونا سمي أو توسيك كورونا سمي اللي بعد Gracias.